لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع ووسيلة ولأجل لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة التانية إن شاء الله من كورس الموشن جرافيك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن في المحاضرة التسجيلية ديت عن عدة حاجات سريعة كده مهمة جدا لازم تعرفها على أفتر إفكت. أول حاجة هنبتدي بداية بالميموري، هنتكلم عن الميموري وهنتكلم عن البروسيسنج. تاني حاجة هنتكلم عن اليوزر انترفيس. تالت حاجة هنتكلم عن الامبورت الميديا، ازاي تدخل ميديا. الفيديو بس عشان الناس عشان تلاحظ الفيديو انا قسمته مسجلته على 3 مرات مدمجين كلهم مع بعض، شلنا الحاجات اللي مالهاش لازمه. اتمنى بجد ان تستفادوا منها، وهنشوف رد فعلكم ان شاء الله في المحاضره الاونلاين. والف شكر. طبعا كده معانا الافتر افكت نزل الحمد لله وسطبناه بعد ما شرحنا عمليه التنزيل. نتكلم بقى عن شوية خصائص كده مهمة جدا نعملها قبل ما نشتغل على الافتر افكت. بداية احنا كمان شوية هنشرح اليوزر انترفيس، بس اول حاجة تعملها في اي برنامج تجيبه دايما تدور على الاوبشن بتاعته، يعني لو انت كنت شغال عليه قبل كده. فدي عادة انا دايما بعملها كل ما انزل نسخة جديدة من الافتر افكت، في شوية حاجات كده مهمة نعملها تجنبا للمشاكل اللي ممكن تحصل لما نستخدم افتر افكت، نظرا لان البروجكتات اوقات بتبقى كبيره وبيحصل حاجه بنسميها كراش للبرنامج. كل اللي هنعمله ان احنا هنروح لإديت هنا وندوس إديت بريفرنسز، ونخش على اول حاجه مهمه عندنا اللي هي الاوتو سيف. عملية الاوتو سيف، ايه هو الاوتو سيف؟ الاوتو سيف هو عبارة بيجيلك انت اصلا ديفولت، شركة ادوبي دايما مش عارف ليه قافلاه. عملية الاوتو سيف هو عبارة عن ان هو يسيف البرنامج هو اللي يسيف الفايل بتاعك كل فترة معينة على عدد امتدادات معين، يعني على كذا مرة. فالطبيعي ان احنا اول حاجة هنعملها هنعمل اوتوماتيك سيف بروجكت. اوتوماتيك سيف بروجكت، ايه اللي بيحصل في الاوتوماتيك سيف بروجكت؟ بيفتح لي هنا بالظبط كده حاجتين. اول حاجه سيف افري 1 مينت، بعدها ماكسيمم بروجكت فيرجن 5. طيب نتكلم عن كل واحده لوحديها. اول حاجه سيف افري حاجه مينت، طبيعي واضحه جدا، يعني انا هسيف كل قد ايه. فمثلا احنا دايما بنحط مثلا الستاندرد بتيجي كل 20 مينت، ده الستاندرد اللي هو انت اول ما تعمله هيطلع لك 20 و5، يعني معناها هتسيف كل قد ايه، يعني افتر افكت من نفسه هيعمل سيف للبرنامج كل 20 دقيقة، بحيث ان احنا الطبيعي ان احنا مش عايشين في يعني في عالم كامل كهرباء بتقطع او اوقات البروجكت بيتقل فبيفصل الافتر افكت، فهو من نفسه هيسيف كل 20 دقيقة. ماكسيمم بروجكت فيرجن، الماكسيمم بروجكت فيرجن دوت هو عدد التسييف، يعني كل 20 دقيقة هيعمل فايل على اسم البروجكت بتاعك. يعني انت مثلا لو مسميه موشن جرافيك، فاول 20 دقيقة هيسميه موشن جرافيك 1، تاني 20 دقيقة هيسميه موشن جرافيك 2 3 4 لحد ما يوصل لحد الخمسة. بعد الخمسة هيبتدي يسيف على 1، يعني هيبقى 1 هو اقدم واحد عندك، واتنين بعد كده 3 4 5. جميل. طبعا انت مش مقيد ان انت يسيف 5 فايلات، انت ممكن تخليه فايل واحد ويسيب عليه كل 20 دقيقة، او فايلين او 3، بس احنا دايما يعني خير الامور الوسط. لا فايل ولا 5، بنخليهم 3. ودوت عشان لو في بعض الاوقات بيحصل عندنا حاجة اسمها يعني يخلص مننا ليفل الاندو، اللي هو ان انا ارجع في الخطوة اللي انا عملتها وهوريكم ازاي تزودوا الاندو، يبقى عندنا فايل اوريدي موجود انا عارف ان هو اتسجل مثلا قبل 20 دقيقة. هنتعب شوية ان احنا نوصله لحد المرحلة اللي كنا فيها، بس احسن من ان الفايل كله يضيع. فبداية اننا زي ما احنا قلنا هنعمل اوتوماتيك سيف بروجكت، وهنقول له كل كم دقيقة نعمل سيف وكم مرة هيعمل السيف. طيب بالنسبة للسيف اللي هيتعمل دوت هيروح فين؟ السيف اللي هيتعمل دوت هيتعمل في فولدر اسمه اوتو سيف، في معظم الوقت بيتسيف
الستاندرد الطبيعي ان انت لما تكون مش محدد مكان سيف للبروجكت مش كده، للبروجكت بيسيف في ماي دوكيمنت، فهتلاقي جوه فولدر المشروع بتاعك حاجه اسمها اوتو سيف موجوده فيه. لو انت غيرت مكان السيف او غيرت مكان البروجكت فولدر زي ما هوريكو لما نيجي نتكلم على ازاي نفتح مشروع جديد، هو بالتالي هينقل نفسه اوتوماتيك لمكان البروجكت فولدر. جميل، بعد ما اتكلمنا عن الاوتو سيف نتكلم شويه عن عمليه المالتي الميموري والمالتي بروسيسنج. طيب اوكي نجيبها بسرعه كده، هروح برضو edit preferences memory and multi processing، ودي واحدة من أهم الحاجات اللي نسبيا شوية تقنية بس مهمة جدا عندنا. اللي بيحصل كالآتي، إن أنت هتلاقي السكشن الأولاني ده وهو المهم بالنسبة لنا في المرحلة دي، وهو بيعتمد على الرامات. إحنا كنا في أول محاضرة اتكلمنا عن الويندوز نيتف 32 وال 64 والرامات. افتر افكت من البرامج اللي بتعامل على حسب الرام، يعني كل ما يكون عندك رام اعلى كل ما هيوفر عليك الشغل، لان احنا عندنا مشاهده البرنامج او مشاهده الانيميشن اللي انت عملتها بتعتمد على حاجه اسمها رام بريفيو. يعني لو حد شايف هنا كده المطفي هنا اسمه رام بريفيو. يعني ايه رام بريفيو؟ يعني بياخد الداتا اللي انت عملتها انيميشن يخزنها في الرام بتاعتك ويعرضها لك من الرام، يعني ما بيعملش رندر. يعني الفيديو اللي انت بتشوفه دوت مش فيديو جاهز للتصدير، انما ده فيديو بنسميه متكيش على الرام. جميل، فمعناها كل ما يكون عندك رامات اكبر كل ما يكون عندك بريفيو ويندو اسرع. جميل، طيب وعشان تعمل كده يبقى انت لازم تقول الافتر افكت هياخد قد ايه رام، وهنا دوت ده الجزء المخصوص بالعملية ديت. فبداية بيقول لك انت عندك اول سطر دوت انستول رام، يعني جهازك فيه كام رام. فانا شغال هنا جهاز البيت دوت مش جهاز الشغل بصراحه. انستول رام الجهاز دوت ويندوز 64 بت وفيه 4 جيجا رام. فبيقول لي اوكي انت جهازك دوت فيه 4 جيجا رام، رام ريزيرفد فور اذر ابلكيشنز. اللي هو دلوقتي هيبتدي التفصيل، عندنا اول سطر وتاني سطر. اول سطر زي ما انتم شايفين فيه محطوط فيه واحد، وتاني سطر محطوط فيه ثلاثة، يعني هو قسم الاربعة جيجا رام بتوعي واحد وثلاثة. التقسيم طبعا دوت انا اللي عامله، ممكن لو انت ستاندرد هو هيعمله لك، او حتى لو متقسم غير كده هوريك ازاي تعمله. يعني بس نفهم ايه اول حاجة دي، رام reserved for other application، معناها ان انت لو شغال دلوقتي افتر افكت وفتحت معاه الفوتوشوب، انت عايز الفوتوشوب او اي برنامج من البرامج التانية او بريمير ياخدوا قد ايه من الرامة. جميل، انا هنا بقول له خليهم ياخدوا 1 جيجا، والافتر افكت ياخد له 3 جيجا رام، ودي حاجة مهمة. يعني دايما بنقسم راماتنا التلت والتلتين. يعني ايه التلت والتلتين؟ يعني انا مثلا لو عندي 6 جيجا رام انا بدي الافتر افكت 4 وبقية البرامج 2. وفكرة التلت والتلتين دي أمان ليه؟ لأن أنت لو اديت للبرامج التانية اللي ممكن تفتحها بالغلط، يعني مثلا أنا عامل هنا البانل بتاعتي ال start menu والبن تاسك menu دول عاملهم حاطط فيهم برامج، فبالغلط ممكن بدل وأنت فاتح افتر افكت تدوس بالغلط هنا على فوتوشوب، فلو فتحته ومفهوش رام كفاية هيحصل حاجة من اتنين، يا إما نتيجة الضغط على الرامات دي إن أنت شغال على كذا برنامج وكذا برنامج دول ليهم قدر معين من الرامات عشان يشتغلوا، يا اما الافتر افكت بتاعي هيقع، يا اما الفوتوشوب مش هيفتح، يا اما الويندوز كله على بعضه هيهنج. فاحنا دايما بنأمن نفسينا بحيث ان احنا نمشي بنظام التلت والتلتين. فلو عندي هنا 8 جيجا رام مثلا بلاش، هعمل 8 على 3 هيطلع مثلا مش يعني هيطلع رقم 8 على 3 اقسمهم وبتاع، هيطلع رقم بكسور. جميل جميل، هيطلع 4 مثلا، هنفرض ان هو 4 3 2 وات ايفر اي الرقم اللي هيطلع دوت. في ال 8 جيجا رام احنا هنا بنحط 6 وبنحط 2، فدايما هنا خليها يا 1 يا 2 والباقي كله هيتحسب اوتوماتيك. طيب ازاي اغير هنا بقى، ازاي اغير الرام ريزيرفات؟ كل اللي هتعمله هتعدي السهم، انا مش دايس اي حاجه، لو عدينا السهم هنا هنلاقي ان شكل الكورسر بيتغير، ودي زي ما قلت واحده من اهم مميزات افتر افكت او مميزات برامج ادوبي الفيرجن الجديد، ان بيديك كيرسر يعبر لك عن الوظيفه اللي انت هتعملها. فبيقول لك هنا
الكرسر ده شكله ايه؟ معناه ان انت لو دوست كليك ممكن تسحب يمين وشمال، تسحب يمين يعني بتزود القيمة، تسحب شمال بتقلل القيمة، وهتلاحظ ان اقل حاجة تديها للبرامج الموجودة التانية 0.8. ليه؟ لان هو اصلا عارف ان البرامج التانية مش هشتغل اقل من 0.8، فتسحب لحد ما تلاقي اللي انت عايزه مثلا واحد. ممكن الطريقة دي تبقى شوية صعبة لان رخمة يعني، اوقات بينط ارقام احنا مش عايزينها وبتاع، فكل اللي هتعمله وانت واقف عليه كده هتدوس كليكاية واحدة، هيطلع لك تكست بوكس اكتب فيه الرقم اللي انت عايزه مثلا 2. لو عملنا 2 هنا هنلاقي بقى البرامج التانية واخدة 2 والافتر افكت واخد 2. فهتعمل حساباتك، سوري معلش انا قفلت، هتعمل حساباتك والتلت والتلت زي ما قلنا، وبكده يبقى البرنامج عندك نسبيا جاهز للشغل عليه. معاك 3 جيجا رام ومعاك 1 جيجا البرامج التانية، اظن الوضع ده سيف. بالنسبة للسطر التاني، وده ده السطر اللي شوية الناس كتيرة ما فهمتوش، يعني اللي هو الافتر افكت مالتي بروسيسنج، كنا اونلاين بنشرحه. مالتي بروسيسنج هو العملية المخصوصة دلوقتي بالبروسيسور بتاعك، على حسب البروسيسور بتاعك هتلاقي بداية ان هو زي بالظبط كده الميموري، بيقول لك انت عايز تعمل رندر مالتيبل فريمز simultaneously. لو دوست عليها هيقول لك انت عندك كام كور، يعني انا الجهاز اللي شغال عليه دوت يعني جهاز هو صغير، في اتنين في كورت ديو، يعني البروسيسور بتاعه كورت ديو. فانا لو دوست هنا هيبتدي يعمل كالاتي، هيقول لي ريزيرف فور اذر ابلكيشن. نفس فكرة الرام بالظبط، ان انا عايز البروسيسور يدي مجهوده للافتر افكت قد ايه، ويدي للبرامج اللي شغاله التانية. يعني فرضا ان انا لو شغال تصوير مع الافتر افكت، يعني زي ما انا شغال دلوقتي، انا بقول له لا، خلي الكاميرا ساي او برنامج التصوير ياخد 30% من اللي انا مسيبه من شغل البروسيسور، والباقي كله يروح للافتر افكت، غير انه بيعمل وظيفه تانية. الوظيفه التانية ايه هي؟ ان هو بياخد الفايل بتاعك الكبير دوت، لو انت عندك مثلا جهاز حديث زي مثلا i5 i7 او i3، بياخد الفيديو ده كله لما يجي يعمل له ريندر بيقسمه لاقسام، بيدي لكل بروسيسور نسبة من عملية الريندر دي، وبكده يبقى انت حافظت على البروسيسور بتاعك، محملتش العملية كلها على بروسيسور واحد او على حاجة بنسميها كور واحد من البروسيسور. وطبعا لو كور واحد خرب، مثلا لو عندنا i3 يبقى انا عندي 3 كور، فلو كور واحد خرب فهو البروسيسور برضه كله خرب. فلازم تبقى دايما يعني ضامن ان جهازك يعيش اطول فتره، لان البرامج دي للاسف يعني عمليه الرندر فيها بتبقى فيها مليون العمليات الحسابيه، فده بيسبب مشاكل للبروسيسور. فلو عملت رندر فريم مالتينيوسلي هحسبه زي ما هو كده، كده يبقى انا عملت سيف. وفي معظم الوقت اوقات كتيره ما بنستخدمش الاوبشن ده غير لما يكون عندنا مشروع كبير جدا. بعد ما ظبطت الميموري والمالتي بروسيسنج كله هتعمله اوكي، يبقى كده برنامج الافتر افكت جاهز. هنتكلم المره هنتكلم في كمان 5 دقايق بعد ما نخلص، هنتكلم عن اليوزر انترفيس، وبعديها هنتكلم عن فايل امبورت، هنتكلم عن عملية الفايل امبورت وازاي نعمل نيو كومبوزيشن، وهنتكلم عن شوية خصائص الفيديو. دلوقتي بعد ما اتكلمنا بعد ما نزلنا برنامج افتر افكت هنتكلم عن افتر افكت. بداية اول حاجة هنتكلم عنها هو اليوزر انترفيس. ايه هو اليوزر انترفيس؟ اليوزر انترفيس هو عبارة عن واجهة البرنامج، وطبعا ديت بنسميها ورك سبيس او مساحة العمل. النهاردة ان شاء الله هنكمل في الكورس دوت، هنكمل شوية حاجات، بدايتها ازاي ان انا اعدل في الورك سبيس بتاعي، وازاي اعمل فايل امبورت، وازاي هعمل نيو كومبوزيشن. والحاجات ديت يمكن دلوقتي الناس هتحس انها مش مفهومة شوية، بس هنشرحها بالتفصيل. بداية هنتكلم عن اليوزر انترفيس او واجهة برنامج الافتر افكت. زي ما احنا شايفين قدامنا افتر افكت دلوقتي متقسم لعدة نقدر نسميهم ويندو او عدة حاجات، كل حاجة من الحاجات ديت بتشتمل على الخصائص بتاعتها، بتشتمل على الاوبشن بتاعتها. يعني لو جينا من ناحية الشمال هنلاقي عندنا هنا بروجكت، هنلاقي عندنا هنا كومبوزيشن، هنلاقي عندنا هنا انفو، وجنبيها باليت تانية لو دوست عليها هتفتح معاك اسمها الاوديو. نفس الحكاية في الافكت، عندنا هنا والكاركتر باراجراف، وهنا دوت بنسميه التايم لاين. حقيقة لو بسرعة كده اتكلمنا يهمنا تبقى في شوية حاجات المفروض فاهمها
في اليوزر انترفيس لانها تسهل علينا بعد كده الموضوع. بداية الفريم اللي شايل، يعني الفريم اللي شايل تحت منه الحاجتين دول هو الويندو، ودي بنسميها باليت. والباليت ديت طالما هي موجودة في مكانها ما بتتحركش بنسميها دوكت. دوكت يعني المعنى بالعربي بالظبط مش عارف، بس هو معناها ممكن يعني لازقة في مكانها، تمام. وطبعا لكل بانلز او لكل بانل من البانل ديت حاجتين. اول حاجة على الناحية الشمال جنب الاسم، او بداية الاسم، ثانيا الرمزين. الرمز اللي على ناحية الشمال هو المنقط ورمز الاكس. رمز التنقيط دوت لو انا عايز اسحبها واوديها في مكان تاني زي ما هنشوف بعد شوية، والاكس ديت عشان اقفلها. طيب ليه بقفلها او ليه عايز اقفلها؟ اقفلها عشان اوفر مساحة. يعني مثلا فرض لو انا قفلت الاتنين دول يبقى انا طيرت المساحة اللي كان واخدها الانفو، اللي كان واخدها الانفو والاوديو، واديتها لمكان تاني زي مثلا البريف. طبعا سهل جدا ان انت تكبر وتصغر في الويندو او في الباليتات، كل اللي هتعمله زي ما انت شايف كده. لو مررت الماوس بتاعك بين اتنين باليت هيتغير شكله، وتغير الشكل ده مهم جدا، لان عندنا افتر افكت بيعتمد قوي على شكل الماوس. حاجات كتير بيوفرها لك شكل الماوس عشان تفهم الخصائص. فلو انت مثلا موجود دلوقتي بين الاتنين باليت دول هيطلع لك الرمز دوت. لو دوست كليك، ليفت كليك يعني، وسحبت لتحت فانت بتكبر مساحة الويندو، سحبت فوق يبقى انت بتصغرها. طيب جميل. هل الشكل دوت دايما ثابت؟ هو حقيقي الشكل دوت مش دايما ثابت، يعني اليوزر انترفيس دوت بيتغير على استخداماتنا للبرنامج. وطبعا كل احجام الويندو دي بتتغير بالنسبة يعني نسبة وتناسب. فلو جينا مثلا هنا قائمة الويندو بتاعت البروجكت اللي فيها البروجكت وفيها الافكت، اقدر اكبر حجمها او اصغر حجمها بنفس الطريقة، ان انا احط الماوس ما بينها وبين اي حاجة، يعني بين البروجكت وبين مثلا الكومبوزيشن، او بين البروجكت وبين البريفيو كومبوزيشن، اسحبهم يمين يبقى انا بكبر الكومبوزيشن، بكبر البروجكت ويندو، او اسحبها شمال يبقى انا بصغرها. نفس الحكاية اقدر اكبر واصغر ثلاثة مع بعض، مش شرط اتنين بس. كل اللي محتاجه ان انا اعدي على مكان متجمع فيه الثلاثة، وهتلاقي الماوس شكله اتغير بالشكل دوت. فانا لو دوست كليك وسحبت، عملت دراج يعني، هكبر التلاتة او اصغر التلاتة مع بعض على حسب اتجاه السحب. يعني لو سحبت ناحية الشمال يبقى انا بكبر الويندو على حساب البروجكت، لو سحبت لتحت يبقى انا بكبر الاتنين اللي فوق على حساب الكومبوزيشن، وهكذا. طيب جميل. ايه تاني اقدر اعمله في اليوزر انترفيس او في الورك سبيس؟ بعد ما اتكلمنا عن الاكس اللي كانت موجودة على ناحية اليمين، نتكلم عن النقط دي. النقط ديت معناها ان امكانية ان انا اعمل كليك ودراج، يعني ادوس كليك واسحب التابة ديت او البانل دي في اي حتة تانية في البرنامج. يعني لو دوست دلوقتي وسحبت، بداية اول حاجة هتلاقي ان المكان اللي انت عليه بيتعلم بهايلايت اصفر. ومعنى كلمة هايلايت اصفر في افتر افكت معناها ان كل الشورت كات لو كانت في كذا شورت كات مثلا كل ويندو من الويندوهات دوت هيتاكتف على دي. بمعنى ايه؟ يعني انا لو كنت في البروجكت مثلا وفرضنا ان انا دوست كنترول دي، كنترول دي في الافتر افكت هنا بيعمل حاجه اسمها دوبليكيت، يعني بيعمل كوبي من الفايل اللي انت واقف عليه. فلو عملته هنا يبقى هو هيعمل دوبليكيت للفايل في البروجكت ويندو. طيب اوكي، بسرعه كده احط اي حاجه بس عشان الناس تبقى فاهمه وهنتكلم عن طريق. يعني لو دوست هنا ودوست كنترول دي هنلاقي ان هو اتكرر بقى واحد واحد اتنين. طيب جميل. لو سحبت ده هنا اوكي، وانا عايز اعمل له دوبليكيت هنا وانا كنت واقف هنا، لازم انقل الهايلايت الاصفر دوت في الكومبوزيشن تحت. فكل اللي بعمله ان انا باجي على هنا على المكان اللي انا عايز اعمل فيه دوبليكيت واعمل عليه كليك، هنلاقي خط اصفر ظهر لنا هنا، معناها ان الامر دوبليكيت هيتنفذ في الكومبوزيشن. بينما انت لو وقفت هنا ومش معمول له هايلايت ودوست كنترول دي هيتنفذ برضه تحت. يعني زي ما انا عامل دلوقتي دوست كنترول دي مفيش حاجه تحصل، لان هو اصلا اوريدي هو مكتب هنا وانا مش مختار. فلو عملت اخترت الصوره ودوست كنترول دي هلاقي بيحصل لها دوبليكيت تحت. فدي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا للناس تبقى فاهمها، لان في وقت كتير بنبقى عايزين نعمل حاجه في مكان واحنا واقفين في مكان تاني. جميل.
دي من ضمن الحاجات المهمة. تاني نرجع تاني نتكلم عن تغيير شكل اليوزر انترفيس. انا كنت بقول هنا لو انا سحبت او اتكيت على الخط، على النقاط المنقطة ديت هنا جنب اي اسم بانل، مش شرط البريفيو، شرط اي حاجة من الحاجات دي سحبتها، هيحصل كالآتي. كل دوت انا سحبت ولسه دايس ليفت كليك، هيبتدي الافتر افكت يتفاعل معايا، فيظهر لي الاشكال اللي انتوا شايفينها دي باللون دوت. سوري معلش. اللون دوت معناها ايه؟ معناها ان انا بقول للافتر افكت، او هو بيقول لي انت عايز تحط البانل اللي انت سحبتها دي فين؟ عايز تحطها هنا فوق، ولا عايز تلزقها هنا في اليمين او تحت او في الشمال، او تحطها في النص؟ طيب لكل حاجه من الحاجات دي مختلف. يعني انا حطيتها هنا في النص، معناها ان انا ضمتها للكومبوزيشن، بقيت البريفيو ويندو اللي كانت هنا ضمن الكومبوزيشن وضمن اللاير انفو اللي هم في الاصل كانوا موجودين، اللي هم كانوا لوحدهم. ممكن اضيفها هنا، بقى عندي هنا افكت بروجكت وبريفيو. طيب لاحظ تحت كده هنا في نان، انا بس عشان الناس تبقى فاهمه، وسحبت لحد ما جيت جنبها ودوست، بقت البريفيو تحت. جميل. انا هقفلها. طيب ايه الفايده من كده؟ الفايده من كده ان في اوقات كتيره بنستخدم فيها الموضوع دوت. فمثلا فرضا لو هنتكلم كده بسرعه، انا دلوقتي عندي كذا بانل، في بعضهم انا مش هستخدمه دلوقتي. يعني انا لو شغال على مشروع، والمشروع دوت انا مش هدخل فيه دلوقتي عمليه الصوت، يعني مش هعمل اوديو. فانا شايف ان الاوديو ديت هنا في الشمال عندي انفو وعندي اوديو. طيب اوكي، انفو يعني لما نيجي نشرحها، يعني هي ببساطه كده هي معلومات الفايل، يعني معلومات المكان اللي انا بقف فيه. يعني لو جينا بسرعه كده فتحنا كومبوزيشن جديد، طيب لاحظ كده هتلاقي نفسك عندك كل حاجه بعدي عليها بتظهر عندي هنا في الانفو. في معظم الوقت اوقات كتيره بنستخدمها عشان نرسم بيها حاجات ليها مقاسات ثابته، بس في طرق طبعا اسهل من ان انا اضطر كل شويه ابص على الويندو عشان المقاسات وكده. ففي معظم الوقت بنقفل الانفو، وانا قلت في الاول ان احنا مش هنشتغل على صوت في المشروع، فهقفل الاوديو كده. اتفضل عندي المساحه كلها بتاعت الانفو والاوديو راحت للويندوز اللي تحت منها، او النوافذ اللي تحت منها. فهبتدي اظبط الويندوز بتاعتي. انا شايف ان ده اخر مثلا البريفيو، فهسيبه زي ما هو. طبعا هنا دي الافكت بريست حجمها كبير، فانا محتاجها برضه تبقى كبيره، فهسحب لتحت شويه عشان ابقى شايف معظم الافكتات. فانا من هنا كده ابتديت طورت اليوزر انترفيس. طيب هل انا لو قفلت الافتر افكت انا لو قفلت الافتر افكت دلوقتي وفتحته تاني هيبقى نفس الشكل ده عندي؟ حقيقه هو مش هيفضل نفس الشكل عندك لسببين. السبب الاول ان انت شغال على ستاندرد ورك سبيس، ودوت بيجي ليه يوزر انترفيس مخصص متجهز. فلما تيجي ترجع على الستاندرد هتلاقي كل الحاجه بترجع لاصلها، يعني الانف والبريفيو بيرجعوا زي ما كانوا. وتاني حاجه ان انا ما سيفتش الورك سبيس بتاعي. طيب طريقه تصييف الورك سبيس او مساحه العمل بعد تغييرها دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق تابع هنا عندنا اسمها ورك سبيس، ودي المسؤولة عن أشكال اليو أي الموجودة في أو أشكال واجهات البرنامج اللي موجودة عندي في الأفتر إفكت. فلو جيت هنا على الاسم دوت، في سهم شايفينه هتتك عليه هينزل لك دروب داون منيو، هتلاقي موجود فيه All Panels Animation Effects حسام دوت أنا مسجلها باسمي مينيموم وهكذا. كل واحدة من دول معمولة أو شركة أدوبي عاملاها على حسب المشروع اللي انت هتعمله. يعني مثلا لو جينا نتكلم على الانيميشن، يبقى انت هيوفر لك كل المساحه في مقابل ان هي تكبر مساحه الكومبوزيشن اللي هتعمل فيه الانيميشن، وهتقلل الحاجات وهتطلع الحاجات اللي انت محتاجها في عمليه الانيميشن. لو انت هتتكلم مثلا في تكست، يبقى المهم عندك شويه حاجات مهمه ان انا اكتب بيها التكست، اللي هي مثلا الكاركتر والباراجراف والالاين يعني حاجه بنسميها الكيرنل والتراكينج. الكلام ده هنشرحه لما نوصل التكست، بس المهم تبقى فاهم ان التكست ده يبقى انا مهتم دلوقتي بعمليه الكتابه، مش مهتم بالفيديو او بالانيميشن او غيره. طيب انا مش عايز اعمل حاجه كله من دول، انا عملت واجهه برنامج بحيث ان انا ما ابتديش اغير في الورك سبيس ده. يعني انا فتحت كل حاجه انا عايزها، يعني مثلا جيت هنا
من قائمة ويندو، ورحت جاي كاركتر اللي هو المسؤول عن الخط. قلت خلاص اوكي، يبقى انا عايز افكت وخط هنا. جميل، طبعا اقدر اغيرها احطها فوق مع البريفيو. وعايز مثلا حاجة بنستخدمها كتير اللي هي الالاين، رحت سايبها هنا زي ما هي. انا كده الورك سبيس دوت نسبيا معظم الحاجات اللي انا محتاجها فيه موجود. فكل هعمله حاجة هنا تاني على الورك سبيس، دروب داون منيو، هعمل نيو ورك سبيس. لما تعمل نيو ورك سبيس هيطلع لك ديالوج بوكس. ديالوج بوكس دوت في نيم وجنبيه انتايتلد ورك سبيس. انتايتلد لان هو لسه ما سماش. زي اي حاجة هكتب بسرعة كده، هسميه ماي ورك سبيس. اوكي، واعمل اوكي. كده هنلاقي ان ماي ورك سبيس عندي اتحفظ، بمعنى ان انا لو رجعت مثلا للستاندرد زي ما قلت لكم، لو اول ما تفتح الافتر افكت على ستاندر هيرجع كل حاجه مكانها تاني. طيب دلوقتي انا في الستاندرد وانا عندي ورك سبيس اللي هو انا سيفته ماي ورك سبيس، فعايز اشتغل عليه. هروح كل اللي اعمله هلاقي ماي ورك سبيس متسيف هنا اهو. هعمل الكليك، رجع لي كل اللي انا عايزه. والطبيعي ان انت لما بتسيبه دايما مفتوح وتقفل افتر افكت، اول ما بيفتح الافتر افكت هيفتح لك تاني على على ماي ورك سبيس، ان هو عارف ان انت عايز تستخدم ماي ورك سبيس. طيب جميل. في بعض الاوقات، اوقات كتيره بتحصل ان احنا بالغلط بنمسح حاجات او بنشيل حاجات. جميل، فمثلا لو قفلنا البريفيو، قفلنا الكاركتر، قفلنا الالاين، قفلنا الافكت، شايف، وقفلنا الالاين دي، ملاحظين كده ان الورك سبيس بتاعنا في وقت كتير بينفع فيه الورك سبيس دوت، بس في وقت كتير، اوقات كتير بنغلط، يا اما بنسحبه يا اما ايا يكن ايه اللي بيحصل. المهم الورك سبيس بتاعنا اتدمر. جميل، فانا عايز ارجع للورك سبيس بتاعي اللي هو ماي ورك سبيس اللي انا كنت عامله. كل اللي بعمله عمليه سهله تاني، بروح برضو للورك سبيس وهلاقي تحت طبعا غير الاسماء هلاقي فيه سيبريتور او حاجه اسمها سيبريت لاين، وهو ده الخط الفاصل بين الوظائف. بتستخدمه شركه ادوبي لما تحط في نفس المنيو اللي احنا شايفينه دوت كذا حاجه او كذا وظيفه مع بعض. يعني دول اسماء زي ما قلت الورك سبيس، واللي تحت منهم دول النيو ورك سبيس ده اللي استخدمناه عشان نعمل سيف للورك سبيس بتاعتنا. في ديليت ورك سبيس هنتكلم عنها، والمهم عندنا ريسيت ورك سبيس. لو دوست عليها هيطلع لك مسج يقول لك انت متاكد ان انت عايز تعمل ترجع ماي ورك سبيس للاوريجينال، يعني انت مش عاجبك التغيير ده، تقول له يس. هنلاقي نفسنا رجعنا لنفس الورك سبيس بتاعنا. جميل، طيب لو انا دلوقتي بعد ما عملت ورك سبيس دوت وغيرته وعملت واحد جديد، فبقى عندي اتنين ورك سبيس، يعني زي ما ظاهر عندي هنا كده، عندي حسام مثلا وعندي ماي ورك سبيس، وانا مش محتاج ان انا مش محتاج ماي ورك سبيس تاني، فعايز امسحها. طيب جميل، نفس الحكايه، هدوس ليفت كليك هيطلع لي فاكر ان كان هنا في ديليت ورك سبيس، فرحت جاي دايس ديليت ورك سبيس، هيطلع لي تاني ديالوج بوكس بيقول لي حط لي اسم اللي عايز تمسحه. فهقول له انيميشن. بصيت هنا ما لقيتش ماي ورك سبيس. ليه ما لقيتش ماي ورك سبيس؟ ما لقيتش ماي ورك سبيس عشان انا اصلا اوريدي مكتب ماي ورك سبيس، فالطبيعي ان انت مش هتمسح حاجه انت شغال عليها. فعشان تمسح ماي ورك سبيس يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تتنقل على ورك سبيس تانية او يوزر انترفيس تاني وتمسح بيه ايه؟ تمسح القديم. فادوس هنا كانسل، واجي رايح هنا مغير لاي حاجه مثلا ستاندرد، واجي جاي راجع تاني عامل دوس ماي ورك سبيس ديليت ورك سبيس، واجي رايح هنا هلاقي ماي ورك سبيس واعمل اوكي. هنا زي ما انتم شايفين كده لو جينا نعمل تشيك اب على اللي احنا عملناه هنلاقي هنا ماي ورك سبيس مش موجود. طيب هل مفيش طريقه تانية اخلي التابات دي مش دوك؟ يعني ايه مش دوك؟ يعني الحاجات دي هنا لازقه في مكانها، وانا ممكن اكون محتاج الانفو دي بس مش في الشكل ده. طيب في طريقتين عشان نعمل اللي انا هوريكم عليه دلوقتي. لو انا دوست كنترول وانا بسحب ايه اللي بيحصل؟ بتبقى حاجه اسمها ويندو. ويندو دي يعني بنسميها فلوتنج. يعني ايه فلوتنج؟ فلوتنج يعني يطفو او يعوم. فهنا البانلز دي بقت لوحديها كده، يعني
فلوتنج، مش لازقه في المكان دوت. انا هنا اقدر اغير واروح واجي، ولو عندي كذا كذا بانلز اقدر اتغير ما بينهم وكده، وديت فضلت هنا كده فلوتنج. جميل. في وقت كتير بنستخدم فيه الفلوتنج، وفي ناس كتيره بتحبه. مثلا لو انت مثلا منزل بلاجنز او سكريبتات فبتحبها تكون فلوتنج كده، عشان بسرعه بعد ما تخلص تجي قافلها. جميل. الفلوتنج ديت انا عملت فلوتنج دلوقتي وعايز ارجعها مكانها. الطريقه سهله تاني، همسك هنا نفس الطريقه واجي رايح مرجعها هنا في مكانها في الاوديو. يبقى لو جربنا تاني هندوس كنترول واسحب، تمام خلاص. وانا دايس كنترول بعمل دراج سحبتها في فلوتنج، بدوس كليك لحد ما يظهر لي اللون اللي احنا شايفينه قدامنا دوت المختلف عن الجراي عشان احدد المكان، فبحطه. جميل. هل دي الطريقة بس؟ لا، في طريقة تانية اللي هو شايفين الرمز دوت اللي هو عبارة عن خطوط وجنبيسة، ده بيفتح الاوبشن، شوية اوبشن بتاعت البانل اللي احنا فيها دي، اللي احنا عاملين عليها الهايلايتد بالاصفر دي، متعلمة بالاصفر. فلو دوست عليه هلاقي ايه؟ اندوك بانل. يبقى البانل دي عملت لها اندوك، يعني بقت فلوتنج. وممكن مش شرط بس اعمل اندوك بانل، ممكن منها كله اعمل اندوك ويندو. يعني ايه الويندو؟ الويندو يعني اخد الانفو والاوديو اللي هما الفريم ده كله مع بعض، فاعمل بالظبط كده، ادوس على الانفو تاني عشان يبقى فاهمين، اندوك فريم، فبقى الفريم دوت كله على بعضه بره. ودوت طبعا بيوفر مساحة كويسة جدا. يعني انا لو عملت الانفو والاوديو هنا مثلا استعدادا للمشروع، جميل، اقدر اضيف هنا حاجات تانية ويفضل دوت فلوت. ودوت طبعا اكيد بيمشي بنفس الفكرة، ان انا لو عملت سيف ورك سبيس بتاعي هيتحفظ زي ما هو في نفس مكانه هنا بالظبط. جميل. طيب لو بالفرض انا قفلت، عملت فلوت ورحت اعمل لهم ديليت وعملت كلوز، قفلت الويندو دي، جميل، انا دلوقتي عايز ارجعهم تاني. يعني انا عايز ارجع الحاجات اللي انا مسحتها، هل كل مره هروح للريست ستاندرد؟ طب ما هو الريست ستاندرد هيرجعني في الاصل اصلا لو انا مش مسيب الورك سبيس. قال لك لا، في طريقه تانية سهله يمكن شفتوني انا بعمل فيها الاونلاين. شايفين هنا ويندو؟ ويندو ديت بتحتوي على كل البانلز ومعظم الويندو اللي احنا بنستخدمها في افتر افكت. فانا لو دوست ويندو هلاقي عندي هنا، طبعا هو مش هيجي لك لسته كبيره زي دي كده، هو يجي لك ورك سبيس هنا واساين شورت كات ورك سبيس وشويه ويندو هنا، منهم هلاقي الالاين اوديو البراش كاركتر. احنا كنا عايزين نعرف منهم مين، عايزين نعرف الالاين، لا عايزين نعرف الاوديو، هنلاقيه هنا حطه هنا، والانفو الانفو كانت موجوده. بس الموضوع سهل جدا، افتر افكت واحد من اسهل البرامج اللي ليها يوزر انترفيس. وبكده يبقى احنا خلصنا جزء اليوزر انترفيس. طيب جميل. بعد ما خلصنا يوزر انترفيس عايزين دلوقتي نبتدي مثلا نعمل يوزر انترفيس هنشتغل عليه في الموشن جرافيك. معظم اليوزر انترفيس خطوه بخطوه كده لو اتكلمنا عنها بنحتاج شويه حاجات. الحاجات المهمه عندنا تفضل دايما ثابته اللي هو البروجكت، طبعا الكومبوزيشن ده حاجه مهمه، والكومبوزيشن هنا عشان دوت بيتم هنا عمليه التحريك. افكت بريسيت انا ما بحتاجش في الانفو ولا الاوديو، بحتاج من هنا اجيب الالاين عشان اظبط اللايرز مع بعض، فادوس ويندو واجيب الاين هنا اتحطت هنا، لو مش عجباني ممكن احطها فوق. تمام. عندي ايه تاني ممكن استخدمه؟ بحتاج الكاركتر عشان الكاركتر ده هو المسؤول عن الخط اللي انت شايفينه. طبعا اقدر ادوس على كليك واسحبها كده فانقلها قدام الافكت، يعني ما بقاش زي ما كان في الاول افكت كاركتر. لا، الطريقه سهله، ادوس كليك تاني ليفت كليك واسحبها لحد ما يتحرك مكانها. وانا كده بسحب وبعمل كليك دراج، طالما انا ما طلعتش بره الفريم فهو لا هتبقى فلوت ولا هتبقى اندوكت، يعني مش هتتنقل، هتفضل جوه الحدود دي. تمام. انا محتاج كاركتر، وهنا محتاج مثلا باراجراف عشان لو بكتب خطوط كبيرة باراجراف هيحطها لي تحت. جميل. لو عايزين نوع شوية كمان من التنظيم هسحب الكاركتر دي احطها كمان تحت، فهنلاقي عندي align باراجراف وكاركتر، واسحب الالاين دي احطها فوق المساحة.
طبعا في وقت كتير بيبقوا التلاتة جنب بعض ما بيظهروش، فبنبقى مضطرين نسحب نكبر الويندو كده عشان نبقى شايفين التلاتة، يعني زي اللي حصل دلوقتي. أنا لما كنت عامل كده وكانت الويندو صغيرة ضاعت مننا اللي هي التالتة اللي هنا الباراجراف اللي هي طرفها أهو، فلو كبرت شوية كده هيبقى عندك الوقت. يبقى أنا عندي تحت هنا أسحب الألاين هنا، يبقى عندي ألاين كاركتر وباراجراف موجودين تحت، وعندي افكت هنا، وعندي البريفيو وده المسؤول عن اتفرج على الفيديو اللي انا بعمله. البريفيو هو مش فورج، هو بيعمل بروسيس للرام اللي انا عملته. طيب هنبتدي طبعا، وبكده يبقى احنا خلصنا اليوزر يوزر انترفيس، وان شاء الله هنتكلم عن عملية الامبورت، وهنتكلم ازاي ندخل فايل يعني ايه كومبوزيشن. عدينا المعلومات التقنية كده، عدينا المالتي بروسيسنج، وعدينا الميموري، عدينا اليوزر انترفيس. نتكلم النهاردة بسرعة كده بقى ازاي نعمل امبورت، ودي اول الخطوات. جميل. اول حاجة قبل ما نبقى فاهمين الموضوع، افتر افكت بيتعامل بفكر اللي هو الاورجنايزد يعني التنظيم. لو المحاضرة الاولى كنا حاطين فيها الثلاث خطوات بداية اللي انت بتعملهم بره الافتر افكت، بعديها ديزاين ريكويرمنت الخطوة الرابعة، بعديها اللي هو الاسيتس. يعني ايه الاسيتس؟ كلمه اسيتس دي وهي كلمه دارجه اللي هو بحط فيها البروجكت او الصور والحاجات اللي انا هستخدمها كلها، ومش شرط هستخدمها، او الحاجات اللي انا معتبرها ريفرنس ليا واجهزها بحيث ان انا ابتدي اختار منهم الحاجه اللي انا عايز اعمل لها انيميشن. كل اللي انا بتكلم عليه دوت بيحصل في قائمه بروجكت او في ويندو بروجكت. ويندو بروجكت ديت وهي الويندو المسؤوله عن الفايلات اللي انا هدخلها استخدمها او ما استخدمهاش، وفيها بيظهر الخصائص بتاعت كل مثلا الصورة بتاعت الفيديو بتاعت أي حاجة أنا حطيتها، أو أوقات الأوديو فايل لو أنا عايز لو بستخدم أوديو فايل. والبروجكت البروجكت ويندو دي هي بصراحة البوابة لعملية الأنيميشن. يعني الحاجة اللي أنت بتحطها هنا هي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تعمل لها دراج في الكومبوزيشن، وهشرح يعني إيه كومبوزيشن، أو الحاجة اللي هتحطها جوه الفريم اللي أنت هتشتغل عليه. يعني لو دلوقتي فرضنا ان الافتر افكت ده عباره عن مكتب، فالبروجكت هو المكتب كامل بالدراج بتاعته كلها. وكلمه درج يعني الموضوع سهل، يعني انا بشرحها كده ان كلمه درج هو كومبوزيشن، فما اقدرش اقول على البروجكت دي درج، بس هو المكتب بدراجه. يعني الحاجه اللي انت عايزها حاططها في المكتب بتاعك، فمثلا حاطط القلم في درج والورق في درج واي حاجه تانية بدرج تاني، فالطبيعي ان انت هتروح تقعد على المكتب تفتح الدرج اللي انت عاوزه وتطلع منه اللي انت عاوزه، بس كله موجود في نطاق المكتب. فالمكتب لو مثلا المكتب ضاع يبقى ضاع كل الشغل. فالبروجكت بروجكت هنا المكان هو اللي بنحط فيه معظم حاجاتنا المستخدمة وغير المستخدمة. طيب جميل. يبقى طبيعي اول حاجة انا محتاج اعمل نيو بروجكت قبل ما ابتدي اشتغل افتر افكت، فاحنا عايزين نعمل دلوقتي نيو بروجكت. الموضوع سهل جدا. اول حاجه هروح لفايل، لو فتحت فايل ودوت مسؤول عن كل المنيو فايل دوت هو المسؤول عن كل حاجه بنستخدمها في افتر افكت، يعني مسؤول عن عمليه الامبورت ادخال البيانات، هو المسؤول عن عمليه السيف، هو المسؤول عن عمليه الديليت، وفي اوبشن بس زياده تحت هنا مثلا اللي هو مثلا الدايناميك لينك اللي هو بنستخدمه في ان انا اخد من برنامج زي برنامج المونتاج بريمير واصدر له. وفي حاجة تانية اسمها سكريبت، طبعا ديت هنتكلم عليها قدام السكريبتات اللي بنستخدمها، وحاجة اسمها كولكت فايلز هنشرحها لما يبقى عندنا مشروع. طيب بداية أول حاجة زي ما قلنا قبل كده إن احنا عندنا سيبريتورز. سيبريتورز ديت بتقسم الخصائص مع بعض، غير إنها كمان بتعمل حاجة كمان، هي بتنظم الترتيب. يعني إيه بتنظم الترتيب؟ يعني الطبيعي إن أنت أول ما بتخش أفتر إفكت وتروح على فايل هو هيطلع واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني اول اربع خطوات او اول خطوه من الاربعه دول هي اللي لازم تعملها، يا اما ان انت تعمل نيو بروجكت، يا اما هتفتح بروجكت، يا اما اوبن ريسنت بروجكت وهي اخر بروجكت انت عملته، يا اما براوز بريدج لو انت فايلاتك مش عارفها فين فعايز برنامج بريدج اللي هو بيجي مع الباندلز بتاعت الافتر افكت مع مجموعه الافتر افكت هو اللي يعمل لك براوز، يعني تشوف على برنامج بريدج. فالطبيعي هو بيقول لك ان انت المفروض اول حاجه تعملها ان انت في الفايل تفتح حاجه من الاربعه دول، فاحنا هنفتح فايل نيو ونسمي نيو بروجكت. طبعا انا كنت فاتح بروجكت قبل كده فهعمل دون سيف.
تمام، ده عندي بروجكت. لو لاحظنا كده حاجه معينه فوق هنا هنلاقي حاجه اسمها انتايتلد بروجكت. انت لما فتحت البروجكت ليه سماها انتايتلد؟ لان ما حصلش اي سيف فيه. يعني ايه ما حصلش اي سيف؟ يعني انت ما سيفتوش باسم معين، هو لغايه دلوقتي بيتعامل ان انت مش عارف ايه البروجكت اللي هتشتغله. فعشان يبقى له اسم كله هتعمله شيف فايل، تمام، وهتعمل سيف از وتسميه باي اسم، او تسيبه كده لحد ما تبتدي تشتغل وتعمل سيف. طيب في حاجه مهمه، ليه السيف هنا مقفول؟ ليه السيف هنا مقفول؟ السيف هنا مقفول لان الافتر افكت فاهم ان الفولدر ده فاضي، او بروجكت فولدر دوت فاضي ما فيهوش حاجه، انت مش محتاج تسيف حاجه فاضيه، تمام. بس اول ما هتدخل اي حاجه بحيث ان البرنامج يبقى جاهز، يبقى البروجكت فولدر ده مليان، هتبتدي تكتب عندنا السيف. فاحنا اول حاجه عملناها فايل نيو بروجكت، فاحنا كده عملنا نيو بروجكت. نبتدي بقى نتعلم ازاي ندخل اللي احنا عايزينه. جميل. واحده من المميزات الكبيره جدا في افتر افكت ان انت تقدر تعمل حاجه لوحدها باربع خمس طرق. فمثلا الامبورت ليها ثلاث طرق لو جينا نتكلم عليهم بسرعه. الطريقه التقليديه اللي هي فايل، هنلاقي هنا امبورت، وتحت امبورت كذا نوع من انواع الحاجات اللي ممكن اعمل لها امبورت. اول حاجه فايل، مالتيبل فايلز، ادوبي بروجكت، برو امبورت، فانيشنج بوينت، بليس هولدر، اند سوليد. الحاجات دي كلها تقدر تعمل لها امبورت، وكل واحده من الحاجات ديت ليها ميزه من يعني ميزه من المميزات. بس المهم عندنا الحاجتين دول اللي هما فايل والمالتيبل فايلز. وهتلاقي هنا طبعا كل حاجه او كل امر محطوط جنبيه هنا الشورت كات بتاعه، يعني كنترول اي تعمل امبورت فايل، كنترول الت اي تعمل مالتيبل فايلز. طيب اوكي، لو دوسنا فايل امبورت فايل هيفتح لنا الصفحه بتاعتك، او هيفتح لك الديسكتوب بتاعك او الويندو بتاعتك، تختار منها انت عايز تعمل امبورت ايه. ففرضا ان انا هعمل امبورت للصوره دي. الطريقه دي انا عملت امبورت للصوره قدامي. هتلاحظ ان افتر افكت ما فيهوش حاجه اتغيرت غير ان الصوره نزلت في البروجكت فولدر، معناها هي ما بقتش متاكتفه لسه، يعني لسه مش هنحط عليها تطوير. جميل. طيب ايه الفرق بين الفايل والمالتيبل فايل؟ المالتيبل فايل بيتعامل ان انت هتدخل كذا فايل كذا فايل. يعني لو دوست الستريتور، دوست اوبن، هيفتح لي نفس الويندو تاني، بحيث ان انا هو انا قايل له مالتيبل فايل، فمعناه ان انا هدخل كذا فايل مع بعض. هختار له دي كمان، هيقول لي ها عايز تدخل ايه تاني، هقول له خلاص انا كده كفايه، فهعمل done. يعني انا دخلت الصورتين اللي انا عايزه. هو حقيقه الطريقه ديت نسبيا يعني رخمه، ان انا كل مره اتخيل انا عندي 50 صوره عايز ادخلهم مع بعض، فدي مش طريقه ان انا ادخل، هفضل كل شويه ادخل او صوره ويطلع لي ويندو. لا، في طريقه تانية اللي هو بسرعه كده اعمل امبورت فايل واعمل ايه، ادوس كنترول وانا بختار من فولدر مثلا كده 5 صور، ادوس اوبن هيدخلهم مع بعض كلهم، اديهم 1 2 3 4 5، 5 كلهم دخلوا مع بعض. جميل. طيب لو انا مثلا عايز ادخل فولدر كامل، انا عارف ان ده فولدر الشغل بتاعي وعايز ادخله كله، هعمل ايه؟ هروح هنا فايل امبورت فايل. هنا الوضع هيختلف في ايه؟ هيختلف، شايفين هنا الكلمة دي import folder، يعني هيدخل فولدر كامل. يعني انت مثلا عايز عندك مشروع، والمشروع دوت فيه 50 60 صورة، وانت متأكد ان طبعا ده فولدر مشروع، فانت تجمع فيه كل الصور اللي انت عايزها اللي هتعمل لها انيميشن والافكتات وحتى الصوت، حتى يعني كل حاجة. فعايز تدخل الفولدر كله على بعضه، فهتعمل ايه؟ مثلا ده فولدر اسمه ريف، وده انا اتكلمت قبل كده عن حاجة اسمها ان انت تجمع ريفرنسز، فهدوس على ريف وادوس امبورت فولدر. هياخد شوية وقت لان هو طبعا الطبيعي ما بقاش بيدخل صورة، هو بيدخل مجموعة صور مع بعض دلوقتي. اوكي، هيطلع لك فيه شوية حاجات طبعا مش هينفع تخش، مثلا لو عندك فيديو الامتداد بتاعه ما بيفتحوش الافتر افكت هيطلع لك ايرور، لو عندك صورة فيها مشكلة. تمام، راح هو عامل لك فولدر برضو جوه البروجكت فولدر،
وسماه ايه؟ ريف. وتحت ريف دي هتلاقي كل الصور اللي انت حاططها في الفولدر. تمام. طبعا التعامل جوه البروجكت فولدر سهل جدا، يعني هتلاقي ان انت لو عايز تمسحه مثلا ممكن تدوس ديليت، لو دوست ديليت هيمسحه، او شايفين علامة التراش بان دي، الصندوق يعني سامحوني صندوق الزبالة دوت، لو دوست عليه هيعمل لك برضه ديليت. طيب جميل، يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول طريقة. ايه تاني طريقة اقدر ادخل بيها وافتح نفس الديالوج بوكس؟ ان انا اعمل رايت كليك واعمل امبورت. تاني رايت كليك امبورت، هيطلع لي نفس الاوبشن اللي انا شفته فوق في فايل. لو دوست من فايل هلاقي اقدر اختار صورة واقدر اعمل امبورت للفولدر. طيب ايه الطريقة التالتة؟ الطريقة التالتة سهلة جدا، وانت هايلايت للبروجكت دي. وخلي بالكم يا جماعة، زي ما اتكلمنا على اليوزر انترفيس، لازم يكون البروجكت بانل هي اللي معمول لها هايلايت بالاصفر او الاخضر او البرتقالي او وات ايفر. دبل كليك بس، يبقى دبل كليك هيفتح لي هنا اللي انا عايزه برضو، ومنه اقدر ادخل صورة او ادوس كنترول لعدة صور مع بعض او اعمل امبورت فولدر. تمام. طيب بعد ما دخلنا صور وعملنا كل حاجة ده، في حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها، ان البروجكت فولدر دي ما بتدخلش الصور بحجمها، يعني مش عايز اقول بحجمها الكامل عشان الناس بس ما تتلخبطش معايا، بس الفكرة ما فيها ان هو بيعمل لينك بين المكان اللي انت حاطط الصورة والافتر افكت. يعني ايه؟ يعني ببساطة كده، الصورة اللي قدامنا دي موجودة اصلا في فولدر في الهارد على الهارد درايف بتاعي. جميل. لو فرضا انا دلوقتي غيرت اسم الصورة دي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان افتر افكت مش هيقراها. يعني ايه؟ يعني تعالوا نشوف بسرعة كده. يعني انا دخلت هنا، انا عارف مكان الفولدر بسرعة، فاب ريفرنسز وده رقمها، انا عامل رايت كليك رينيم اسميها 5، انا سميتها 5. نقفل 5، نفتح افتر افكت. لاحظ افتر افكت هنا كل دوت شايفها، بس لما نيجي نحطها هنا ايرور، الفايل اللي اسمه كده 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 ده مش موجود. لا هو موجود، يعني هو الصورة بتاعت القطرة. لا 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 مش موجود، هو مش موجود اهو. ده الرمز اللي بيطلع لنا دايما، البارس. يعني ايه البارس دي؟ معناها ان هو مش شايف الفولدر بتاعك. فدايما تلاحظ ان البروجكت فولدر اللي بيعمله اللينك اللي بيعمله ده مفيد جدا، لان انت لو عندك مثلا 5 جيجا بره فولدر ودخلته على الافتر افكت، ما تتوقعش بقى ان افتر افكت هيبقى، يبقى الطبيعي ان لو الافتر افكت بيفكر انه بيدخل بيخزن الفايلات عنده، يبقى الفايل اللي انت هتعمل له سيف لوحده 5 جيجا، ده لسه ما تحطش عليه افكتات، ما تحطش عليه اي مؤثرات. فالطبيعي لا، هو قال لك احنا هنعمل لينك ما بين الاثنين. فدايما تخلي بالك من النقطة دي، لان في بعض الاوقات لما مثلا في ناس بتنزل حاجات من النت او ملفات تدريبية وبتاع، الافتر افكت ما بيكونش قاريها، فلازم تتأكد ان الاسم نفس الاسم او توري له المكان فين. جميل. بعد ما عملنا امبورت، مثلا هنعمل امبورت لعدة صور مع بعض، مثلا ادي الصور دي مع بعض، عملنا كوبي كمان، نعمل شوية صور دي دخلناهم، بقى عندنا 4 صور. ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجة اتغيرت حقيقي، مفيش اي حاجة اتغيرت، لان هو كده الافتر افكت انت يعني لسه ما اشتغلتش عليه، انت بتجهز الفولدر بتاعك. تمام، يعني بتجهز البروجكت فايل. طيب وعشان تجهز البروجكت فايل، انا بشوف واحد من الناس، يعني رأيي الشخصي ان انت لازم تكون منظم، وكلمة منظم دي يا اما بتكتسبها مع الخبرة يا اما بتتعلمها من الاول فبتبتدي تتقن الموضوع. يعني ايه منظم؟ يعني عندنا في شغلنا عادة بنعمل كذا حاجة. اول حاجة بنعملها، شايفين البروجكت ويندو دي، هنلاقي تحت هنا عندنا كذا حاجة. اول حاجة ديت السكرول دوت بيوريني بقية تكملة اسم الفايل، يعني مثلا نوعه ايه، حجمه قد ايه، تمام، الفايل باث بتاعه سكته فين، هو محطوط عندي على الدرايف دي في فولدر اسمه فاب ريفرنس مش عارف ايه وايه وايه. طبعا في ناس ما بتحبش السكرول، يبقى نفس الطريقه هنرجع لليوزر انترفيس، هعلم ما بين الاثنين لحد ما يطلع لي شكل الايقونه دي، واسحب لحد ما يبان لي الاسم، طالما انا دلوقتي مهتم ببروجكت فولدر على حساب اي حاجه تانية في البرنامج. تمام. جميل.
دوت معلومات الفايل. طيب الحقيقة ان احنا بننظم بداية بننظم فايلاتنا بطريقة، لو جيت هنا تحت زي ما انا قلت ده السكرول، دي تراش عرفناها، ديت حاجة اسمها البت ديبث اللي هي اتكلمنا عليها في اول محاضرة، وعادة بتكون 8 لان معظم افكتات الافتر افكت هنا لو غيرنا الـ8 مش هتشتغل عليها، فالـ8 دوت كويس جدا يعني 265 لون كفاية جدا ان انت تعمل بيهم شغلك كله تمام. ويجي لنا حاجة اسمها كومبوزيشن دي هنتكلم عنها، ويجي لنا هنا علامة فولدر. فاكرين لما دخلنا فولدر هو عمل لنا فولدر ودرج تحت منه الصور كلها؟ طيب لو انا دخلت صور معينة، مش شرط عشان يبقى عندي فولدر ان انا ادخل فولدر كامل، انا ممكن اعمل فولدر، فلو دوست نيو كليك يعني هيطلع لي شكل الفولدر ده وانتايتلد، يعني انتايتلد يعني مش متسمي، ف هدوس هنا كمان مرة اهو عمل نيو فولدر، فاحنا عايزين فولدر واحد. طبعا عشان بس الناس اللي شافت الحركة اللي فاتت دي، كل اللي عملته ان انا وانا كنت معلم على الفولدر ده عملت له حاجة اسمها نستد فولدر، يعني فولدر جوه الفولدر، فدوست عليه راح عمل لي فولدر زي ما انتم شايفين، الفولدر ده مقفول وجواه فولدر تاني، فانا همسحه. عشان تعمل نيو فولدر يبقى انت محتاج ما تكونش دايس على اي حاجة، ما تكونش دايس على اي حاجة وتعمل نيو فولدر جديد. اوكي الفولدر ده زي ما انت شايف متسمي انتايتلد، فعندك فرصة ان انت اول ما تعمل نيو فولدر تعمل له اسم جميل، يعني زي ما حصل في الاول كده ان انا اول ما دوست طلع لي الاسم هنا، ف هسميه مثلا جرافيك، والجرافيك دي نسبة لان انا لما بستخدم بعمل بروجكت بقسمه كذا حاجة، اول حاجة بقسمه جرافيك اللي هحط فيها الصور، مثلا بقسمه اوديو اللي هحط فيها الموسيقى، وبقسمه حاجة اسمها كومبس اللي هي بيحط فيها كومبوزيشن، وهنشرح يعني ايه كومبوزيشن. وبكده يبقى انا عندي كل فايلاتي متقسمة جوه فولدرات، ما يبقاش البروجكت بانل مليان. وممكن بكده طبعا اسهل حاجة ان انا اقلله واخد مساحة منه كمان لمين، للكومبوزيشن هنا، للكومبوزيشن بريفيو والتايم لاين، دي معظم الفكرة يعني. طيب اوكي لو انا جيت دلوقتي عملت فولدر من هنا زي ما انا قلت وعايز اغير اسمه، كل اللي بعمله حاجة سهلة، بعلم عليه وادوس انتر، هيطلع لي الاسم، همسحه واكتب الاسم الفولدر الجديد، او الطريقه الثانيه ان انا بعمل عليه رايت كليك، وانا واقف عليه بعمل رايت كليك واعمل رينيم، هيطلع لي برضو نفس الفولدر. طيب اوكي بعد ما عملت الفولدر عايز اعمل بيه ايه؟ انا عايز ادخل الصور ديت جوه الفولدر ده. الموضوع سهل جدا، لو هنتكلم اول حاجه عن صوره واحده ندخلها، هعلم على الصوره واعمل ليفت كليك واسحبها ادخلها جوه الجرافيك تمام. طيب لو عايز ادخل كذا فولدر مع بعض هدوس يا اما انقي كذا صوره، وانا دايس كنترول يعني هفضل دايس كنترول وادوس كليك على اي صوره انا عايزها، وبعدين اعمل لهم برضو دراج لحد الفولدر. طيب في طريقه تانية اسهل، لو مثلا عندنا كام صوره دول، طبعا لو عملت كده اقدر اعمل عمليه ريفيرس، يعني ارجعها بالعكس، اسحبهم اطلعهم فوق، يبقى انا كده بطلعهم بره الفولدر تمام، اللي هو لحد ما يطلع لك شكل الايكون هنا عندي هنا من التصوير مهنج تمام. اقدر اسحبهم واطلعهم بره. في طريقة تانية اللي هو مثلا ان انا اقدر اعمل ايه، اقدر اسحب كذا صورة مع بعض، لو نفس يعني لو انا عارف ان الصور من مكان لمكان مترتبين، كل اللي هعمله اختار اول صورة واختار وادوس شيفت واخر صورة، وهو هياخد لي اللي في النص ما بين اول صورة واخر صورة، يعني عندك صورة واحد وصورة 50 ومكسل عايز تعلم عليهم كلهم دفعة واحدة، فادوس على صورة واحد وادوس شيفت، افضل دايس على شيفت، وعلى صورة 50 هيعلم عليهم كلهم واجي ساحبهم برضه نفس الحكاية لحد الجرافيك. يبقى احنا كده اتعلمنا الامبورت، لو قلنا يبقى عندي رجعناهم بسرعة، يبقى عندي فايل امبورت هدخل منه اللي انا عايزه، او طريقة تانية رايت كليك امبورت، او دبل كليك واعمل نافيجيشن اختار فين الفولدر اللي انا عايزه او فين الصورة. ما ننساش حاجة هنا مهمة جدا import، بعد كده إن شاء الله هنتكلم على import as footage بس لما يبقى الموضوع كذا. طيب جميل، أنا كده جهزت الفولدر بتاعي وفتحته وعندي الصور دي كلها، إيه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني دلوقتي إن أنا أبتدي أشتغل على After Effects، وعشان أشتغل على After Effects يبقى أنا محتاج أجهز حاجة اسمها composition. إيه هي composition؟ composition ديت لو قلنا إن البروجكت فولدر دوت هو المكتب، فالكومبوزيشن هي الدرج بسهولة جدا.
الكومبوزيشن هي الدرج، والدرج دوت طبعا بتقدر تحط فيه اللي انت عايزه من الحاجات اللي هتشتغل بيها. يعني احنا عندنا دلوقتي صورة 2 3 4، تمام؟ مش شرط ان انا احط الاربع صور دول جوه الكومبوزيشن، لا ممكن اخد صورة واحدة بس منهم احطها جوه الكومبوزيشن. وحقيقة الكومبوزيشن دوت هو اللي بيحكم خصائص الصور دي. يعني ايه؟ يعني هو مش هيغير في خصائص الصور ديت، يعني زي ما انتم شايفين مثلا حجم الصورة، اسمها، فيها كام لون، لا خالص، هيحكمها جوه الانيميشن، جوه عملية الانيميشن. يعني الانيميشن بتحصل جوه كومبوزيشن. وبرضو يعني لو سبقنا الاحداث كده بسرعة واتكلمنا عن كومبوزيشن، الكومبوزيشن دي طبعا اقدر اعمل كذا كومبوزيشن، وممكن نسمي الكومبوزيشن دوت لقطة جوه الفيلم. يعني ان انا ممكن اعمل كومبوزيشن لفيلم، لو اتكلمنا عندي فيلم مثلا 3 دقايق، انا مش مضطر اشتغل على ال3 دقايق كلهم، لان بعد فترة هتلاقي ان انت عندك هنا بقى عندك فايلات كتير جدا، وكلهم بتعمل لهم حركات وكي فريمز ومش عارف ايه وبتاع. فبنستخدم الكومبوزيشن زي مثلا زي ما بنقول كده جروب، امر جروب اللي موجود في الفوتوشوب، بنجمع شوية حاجات اللي احنا عايزينهم مع بعض ونحطهم جوه كومبوزيشن مع مراعاة شوية حاجات مهمة. دلوقتي لو عايزين نعمل نيو كومبوزيشن عشان نبتدي نشتغل، عندنا طريقتين لعمل النيو كومبوزيشن. اول طريقة اللي هي برضو من منيو، ولاحظ هنا المنيو دوت يا جماعة يعني اسماءه مهمة جدا، مش بقول لك تحفظها بس تبقى فاهمها. شركة ادوبي لما جت قسمت المنيو هنا قسمته على الاستخدامات، يعني فايل تقدر تحفظ اوتوماتيكلي من غير ما تبقى عارف يعني او شفت المنيو قبل كده هيكون في، اكيد بتتكلم على الفايل. والاديت دي مثلا هيبقى فيها الاندو والريدو ومثلا الكوبي والبيست والكلام ده كله. نفتح كده نشوف، دو هيستوري كوبي بيست الكلام ده كله جميل. احنا المهم عندنا هنا الكومبوزيشن. اوكي، كومبوزيشن زي ما احنا شفنا سيبريتور، يبقى اول خطوه المفروض تعملها قبل ما تعمل اي حاجه تدوس كومبوزيشن. في حاجه مهمه جدا انا كنت بقولها اونلاين، لو لاحظنا اسم كومبوزيشن هنلاقي جنبيه 3 نقط، وال3 نقط دول مش عشان الشكل، 3 نقط دول جنب اي امر. يعني دوت ما فيهوش 3 نقط مثلا، ده واحد من الحاجات ما فيهاش 3 نقط. يعني ايه ال3 نقط؟ يعني 3 نقط لما تدوس على الامر دوت هيفتح لك ديالوج بوكس. طب نجرب كده، نعمل نيو كومبوزيشن ونعمل ليفت كليك. ادي الديالوج بوكس اللي قال عليه، تمام. هنلاحظ هنا ان انا عندي كومبوزيشن سيتنجز، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا نبقى فاهمينها. وحقيقي يعني احنا هنتعامل ستاندرد، يعني انا هدخل كومبوزيشن بس هوريك ازاي تدخل كومبوزيشن وتدخل فيه فايلات. المحاضرة الجاية هيبقى فيه تفصيلي، وهعمل محاضرة مسجلة عشان الوقت، عن خصائص الكومبوزيشنز وايه الانواع وبتاع. بس بداية تانية يهمني اول حاجة الكومبوزيشن، فمثلا هنسميها شوت اندرسكور 01، يعني اللقطة الاولى في الفيلم. طيب جميل، يبقى هنا ده كومبوزيشن نيم. هنا البريسيت لو دوسنا عليها، تاني خطوة طبعا، هنا دي الليستة الطويلة الكبيرة اللي انت شايفها دي انواع الفايلات. وانواع الفايلز بتتقسم لك لحاجتين مهمين، اول نوع اللي هو NTSC، والنوع التاني بقى NTSC هو National Television Standard Community، ده معنى NTSC، والبال اللي هي Phase Alternating Line، ودول نظامين من البث. يعني ال NTSC نظام بيبث لدول معينة، والبال دوت بيعمل بث لدول معينة. فعشان نبقى فاهمين هما فين، انا هقفل هنا كده واوريك صورة كده بسيطة تعبر عن الصور ماشية ازاي. زي ما انتم شايفين هنا قدامنا كده بسرعة NTSC سيكم بال، وسيكم ده نظام جديد. طيب المهم عندنا NTSC والبال، هتلاقي الخريطة هنا متعلم عليها الدول اللي بتمشي بنظام ال NTSC والدول اللي بتمشي بنظام بال. طيب يعني احنا عندنا هنا في مصر ماشيين بال، معظم الوطن العربي كله ماشي بال، امريكا بتمشي بنظام ال NTSC. يعني ايه الفكرة في الموضوع ده؟ الفكرة في الموضوع دوت ان البريسيتات ديت بتوفر علينا عملية ان احنا ندخل داتا بطريقة مانيوال او يدوية. وغير كده ان الفيلم اللي بيتبث هنا، او لو انت عامل مثلا فيديو هنا في مصر بطريق البال، اوكي، وبعته امريكا عشان يشتغل، هتحصل شوية ايرور. ليه؟ نتيجة لشوية حاجات هنشوف دلوقتي لما نيجي نتكلم عنها في الكومبوزيشن. فطبعا دي حاجة تبقى مهمة، يعني احنا هنا
طبعا طبيعي ان احنا عارفين كلنا ان مصر والدول العربية كلها بال، ولو سافرت امريكا او اي دولة تانية طبعا من جوجل تقدر تجيب الصورة دي ويبقى عندك خلفية، بس امريكا وكندا شغالين NTSC ومصر شغالة بال، دي الحاجة المهمة عندنا. فلو رجعنا هنا تاني عملنا فايل نيو كومبوزيشن، دخلنا بريسيت، هتلاقي NTSC وبال، ودول نظام العرض للتلفزيونات. هنلاقي بعد كده عندنا ال HDV والدي في دي وال HDTV، دول طبعا نتيجة يعني الناتج الطبيعي لحكاية تطور التلفزيونات ودخل عندنا نظام ال HD ال High Definition. طلع عندنا دول اللي هو بنسميه بالظبط كده ال SD، اللي هو مثلا ال SD وحاجة بنسميها ال DVD، ويقول لك الفيلم ده DVD او بلوراي او دوت، معتمد على طبيعة التسجيل ديت. بس احنا عادة بنستخدم دول لأن دول معظم الإعلانات اللي احنا بنعملها أكيد بتتبث على التلفزيون، مش بتتسجل كحاجة من ال HD أو ال DV، إلا لو أنت جاي لك فولدر، لو جاي لك مثلا مشروع فيلم هو الحاجات بتاعته بتبقى جاهزة أوتوماتيك، يعني ما تقلقش. لو أنت مثلا ربنا كرمك إن شاء الله واشتغلت في أفلام مثلا مؤثرات بصرية للأفلام انفجارات وكده، هو الفولدر بيجي لوحده ومتظبط يعني. أوكي، ففرضا هنفرض NTSC مثلا هناخد DV، هنلاحظ شوية حاجات عندنا هنا. هنلاحظ ان اختلف اول حاجة لو كنا فاتحين اول مرة، اختلف الويت والهايت، والويت والهايت دوت بالظبط كده هنعتبره شاشة التلفزيون. يعني ايه شاشة التلفزيون؟ هو دوت حجم الكومبوزيشن، وحجم الكومبوزيشن دوت مهم جدا لان انت هتظبط عليه كل حجم فايلاتك وكل حجم الفيديوهات، وحتى الانيميشن بتاعتك هتكون جوه الحدود دي، يعني جوه 720 بيكسل و480. تمام. طيب وعندنا حاجة تانية مهمة جدا، احنا كنا اتكلمنا في أول محاضرة عن الاسبكت ريشيو، هتلاقي ان الاسبكت ريشيو هنا 1.5، الاسبكت ريشيو دي في 0.1 0.9، دول الاتنين بيتحكموا سوري معلش في عملية الاسبكت ريشيو. فهنا الاسبكت ريشيو هنا ليها مربع دوت، انا لو عملت عليه كليك انا بقول له لوك اسبكت ريشيو. يعني ايه لوك اسبكت ريشيو؟ يعني لو حبيت اغير في حجم الفيديو دوت هيتغير بالظبط كده الطول بالمناسبه مع العرض. يعني مثلا عملت 500، هلاحظ ان انا بيطلع لي 333. طيب لو عملت 720 اللي هو الستاندر، هلاقيه هنا اوتوماتيك بيعمل ايه 480. طيب ده بالنسبه لطول وعرض الكومبوزيشن، وطبعا مش هنخش في تفاصيل قوي للمرحله دي. تاني حاجة اسمها الفريم ريت، وهنشرح بعد كده ايه هو الفريم ريت، هنعمل سكيب للموضوع دوت ونوصل لحد حاجة مهمة جدا اللي هو الستارت تايم كودر، ده الريزوليوشن اللي هو الريزوليوشن تحب تشوف بيه الفيديو. وطبعا دوت ملوش دعوة بالمنتج النهائي، لان الانتاج النهائي دوت بيخش على عملية ريندر لوحديها. فانت تحب لو الفيديو بتاعك مثلا تقيل، البروجكت عارف ان هو تقيل، فبحب اشوف هاف ريزوليوشن عشان السرعة، او التلت او الربع او غيره، دي هتبان ان شاء الله واحنا بنشتغل قدام. الحاجه التانية ستارت تايم كود، ستارت تايم كود وهو انا احب التايمر يبتدي منين، يعني يبتدي من 000 ولا يبتدي من وقت مترحل. طيب هو لا طبيعي كله هيقول يبتدي من 000، لا هو الحقيقه مش كده. الحقيقه ان انت لو عندك فيلم مثلا هيحصل انفجار في الدقيقه 5 وينتهي الانفجار ده في الدقيقه 8، جميل، فانا مش محتاج اخد اول 5 دقائق لحد المكان اللي انا فيه، فهقول له لا ابتدي هنا الكومبوزيشن ده من الدقيقة 5. طيب الدقيقة 5 دي انا هكتبها فين؟ اول حاجة عندنا هنا ادي رقمين فاصلة رقمين فاصلة رقمين فاصلة، جميل. اول رقمين دول بيعبروا عن حاجة اسمها الفريم اللي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل المرة الجاية. بعدها بيجي لك هنا الثواني، بعدها الدقايق، بعدها الساعات. فانا لو عايز اعمل مدته 5 ثواني هعمل هنا كده اعلم على الاثنين دول وادوس 0.5، يبقى هو يبتدي من عند الثانية الخامسة في الفيلم. فاحنا طبعا هنا ما عندناش حاجة نبتدي، يعني نخليها 0.5 فنخليها 0.0، جميل. تاني حاجة الديوريشن، وهي مدة الكومبوزيشن دي قد ايه، فاحنا عاملينها 10 ثواني، تقدر نفس الفكرة نغير مدتها. ودي باك جراوند كلر، الأسود هو ده الستاندرد، لو عايز تغيره تقدر تدوس هنا وتغير اللون اللي انت عايزه، فاحنا نخليه اسود، هندوس اوكي. ادي الكومبوزيشن بتاعتنا. طيب طالما عملنا كومبوزيشن
يبقى لازم نتكلم عن شوية تولز مهمة بالنسبة لي، اللي هي أول 3 تولز بس سهلين جدا. أول تول اللي هو السلكشن اللي هو السهم ده، ودوت زي أي برنامج من برامج أدوبي، اللي هو مسؤول يا إما إن أنا بعمل تيرن داون للأمر اللي أنا كنت فيه. يعني أنا مثلا لو كنت في أمر بين أهو وعايز أرجع عايز أفصله، بروح بدوس سلكشن، والسلكشن دوت اللي بيتم منه عملية الاختيار برضو كليك ودراج، بختار منه الاليمنت اللي موجودة عندي في الكومبوزيشن، بحركها بي وبكبرها، ممكن اكبرها واصغرها بي برضو. تمام. تاني اداة اللي هي الايد اللي هي البان، لو انا بحب اتحرك جوه الكومبوزيشن، لو الكومبوزيشن بتاعي كبير وعايز اشوف مثلا فايل في المكان دوت، لا بسحبه بتاع. تالت حاجة عملية الزوم، الزوم هو الماجنيفاي تول دي. لو زي ما هي دلوقتي هي اكتف ومحطوط عليها علامة صح، كل ما بتدوس بيعمل زوم على المكان اللي انت حاطط عليه. لو عايز تعمل زوم اوت بتدوس الت وتعمل زوم اوت. طبعا يعني كده التكنيك ممل جدا، فانا هروح للسلكشن. هقول لكم بقى بالكيبورد اسرع، بالماوس سوري. لو عندك ماوس اللي فيه رولر، طبعا ده معظمنا فيه زمان ما كانش فيه. اوكي، لو دوست السكرولر اللي هو الميدل ماوس باتن، البوتن اللي في النص يعني الزرار اللي في النص، هيبتدي يعمل لك بان، هتبتدي تعمل بان يمين وشمال. لو عملت سكرول اب هتقرب، عملت سكرول داون هتعمل زوم. الحاجه الوحيده اللي انت محتاجها كل شويه تغيرها السلكشن تول، وليها شورت كات زي ما احنا شايفين هنا اهو، الشورت كات بتاعها في. فلو انت مثلا في البن تول، ادي البن تول، ودوست في هيرجعك للسلكشن تول. سكرول اب زوم، سكرول داون زوم اوت، والزرار لو دوست على السكرول ذات نفسه هيعمل بان. طيب احنا هنا عملنا كومبوزيشن بالطريقه الاولى من فايل كومبوزيشن. الطريقه الثانيه نفس الحركه برضو، من بروجكت فولدر هعمل نيو، هيطلع لي كومبوزيشن واظبط خصائصه. لاحظ حاجه عندي هنا، ان الكومبوزيشن دي نزلت جوه فولدر جرافيكس. جميل، يعني عشان انا كنت معلم على فولدر جرافيك وعملت نيو كومبوزيشن نزلت جواه. طيب ودوت طبعا مش صح، لان انا قلت انا عايز اسيب فولدر جرافيك ده لوحده. فتعالوا نعمل بسرعه نيو كومبوزيشن فولدر جديد نسميه كومبس، وده اللي هيبقى فيه كل الكومبوزيشن بتاعتنا. تمام، هدوس كليكايه بعيد عن اسماء الاثنين عشان احطها بره وانقلها. هعمل نيو كومبوزيشن، اوكي ماشي زي ما هي، ادي الكومبوزيشن بتاعتي بره، احنا بنراجع بس على اللي فات. هدوس عليها اعمل كليك ودراج وارميها في كومبوزيشن، بقى انا عندي هنا كومبوزيشن. وزي ما انتوا شفتوا انا ممكن اعمل كذا كومبوزيشن زي ما انا قلت في الاول. يبقى انا شرحت بسرعه كده الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اللي هو كان من هنا، بتعمل نيو كومبوزيشن وتحطها جوه هنا. جميل، بعد ما بتعمل العمليه ديت كل اللي انت محتاجه دلوقتي، انت بقيت كده جاهز تمام ان انت تعمل عمليه ادخال الملفات للكومبوزيشن وتبتدي تعمل عمليه الانيميشن. انا هكتفي بالقدر دوت في المحاضره التسجيليه ديت ان شاء الله. المرة الجاية هنبتدي نتكلم بسرعة كده عن الكومبوزيشن تايب، هنخش في تفاصيلها أكتر عشان نضمن إن مشروعنا من الأول ما نضطرش نرجع فيه. هتكلم عن فريم ريت، وهنبتدي ندخل أي حاجة بسرعة كده، وإن شاء الله الموضوع يكون كويس والناس تكون فاهمة. ألف شكر.